بشكرك نجلاء، وبالطبع أخبار مهمة، أخبار الرياضة بتدي نشاط في هذا الصباح. والآن فقرتنا في بلاط صاحبة الجلالة، مجموعة من أخبار الصحف المهمة وقراءة تحليلية لهذه الأخبار سيصاحبنا فيها الأستاذ علاء معتمد الصحفي بجريدة الجمهورية. صباح الخير أستاذ علاء. صباح الخير أستاذ حسين. أستاذ علاء، خلينا نبدأ من الأهرام. الرئيس يوجه بتطوير قطاع إنتاج البترول وعمليات البحث وسرعة تنمية اكتشافات الغاز بالشرق المتوسط لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول. طبعا احنا عارفين أن على مستوى العالم في أزمة الآن في صناعة النفط طبعا بسبب تدني الأسعار، لكن الاكتشافات الجديدة والكلام اللي جاي من بره بيقول أن مصر هتبقى في هذا القرن هي ربما أكبر مركز لتوزيع البترول، توزيع الغاز واستخراج الغاز في الشرق الأوسط، وربما يمكن يكون في العالم. ده في رؤيتك الصحفية فايدته إيه للاقتصاد المصري وللعالم؟ ما فيش شك أن قطاع البترول في مصر من القطاعات الواعدة جدا بعد الاكتشافات الأخيرة اللي تمت في البحر المتوسط، خصوصا في حقل زهر. مصر بتحاول إن شاء الله أن هي على 2020 يتم الاكتفاء الذاتي من موضوع الغاز الطبيعي، وهناك اكتشافات أخرى في مجال البترول. مصر بتحاول تفتح مناخ استثماري جديد لشركات البترول لعمليات التنقيب اللي موجودة، وخصوصا في البحر المتوسط. البحر المتوسط بيحتاج يمكن تكلفة الانتاج فيه قد تكون عالية لأنها في أعماق بعيدة، وبالتالي مصر بتعيد النظر في تكلفة يعني الانتاج، بحيث ان هي تقدم مزايدات بتنافسية اكثر، يعني اكثر تنافسية للشركات لحثها وتشجيعها على التنقيب والبحث في مياه البحر المتوسط. هناك ايضا ما يعني في منطقة في البحر الاحمر وفي سيناء هناك وفي الدلتا، هناك جهود كبيرة أيضا لوزارة البترول للاكتشافات والتنقيب عن البترول. وبالتالي نتوقع أن مصر خلال الفترة القادمة أنها تشهد طفرة كبيرة في قطاع البترول، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. وطبعا ميزة الغاز كمان عن النفط أن في بيخرج معاه مكثفات وغيره وصناعات جديدة. معظم الصناعات حاليا بتعتمد على الغاز. شفنا عمليات النقل وقطاع النقل بيعتمد بشكل أساسي وبشكل كبير جدا على الغاز الطبيعي كأقل تلوثا للبيئة. العالم كله بيهتم بموضوع البيئة في الفترة الحالية، وبالتالي الغاز أقل تلوثا من المنتجات البترولية الأخرى. تمام. طب اسمح لي نتنقل للأخبار. السيسي خلال لقائه رئيس الحكومة ووزراء الإسكان والاستثمار والتنمية المحلية بالإضافة لمحافظ الإسكندرية رفع مستوى الخدمات للمواطنين ومشروعات جديدة للتوسع العمراني والصرف الصحي، رفع كفاءة أسطول النقل ونظام متطور للرقابة والمتابعة. طبعا يعني مجموعة كبيرة ومهمة من التوصيات، ويعني مشروعات جديدة للتوسع العمراني، الصرف الصحي ده اللي قايم عليه الآن حياة البشر كلها، والنقل اللي احنا بنقول إن هو شريان الحياة. هي مجموعه كبيره من المشروعات اللي في محافظه الاسكندريه بعد اللي حصل العام الماضي بموضوع السيول. نعم. والمحافظه هنقول يمكن كشفت العديد من اوجه القصور اللي كان حاصل في محافظه الاسكندريه. كان الاهتمام كله كان بيتم على شريط الكورنيش، وسايبين باقي اسكندريه بالكامل كان فيها مشاكل كتير قوي، في سواء في الصرف الصحي او في الطرق او في الخدمات اللي بتقدم للمواطن. الرئيس اهتم بهذا الامر واكد على ضروره الاهتمام ب يعني مشروعات الصرف الصحي ومواجهه اي ازمات قد تطرا خلال الشتاء الحالي. وايضا هناك مشروعات للنقل. النقل الرئيس يمكن وجه بان فتح المجال للقطاع الخاص ان هو يساهم في قطاع النقل، وده يمكن يخفف الاعباء المطروحه على الدوله. كل ما القطاع الخاص كل ما بيشارك في المشروعات المختلفه، كل ده ما بيخفف الضغط على الموازنه العامه للدوله. بس هو طبعا المهم في موضوع القطاع الخاص، احنا شايفين لو احنا اتكلمنا بشكل عملي في القاهره وفي المحافظات الاخرى، فكره دخول الميكروباص والمينيباص ده قطاع خاص، ده حقيقي هو قطاع خاص، لكن يحتاج للتنظيم. هو فقط فكره التنظيم والرقابه، يحتاج. ما حدش فينا هينكر ان اللي يمكن الخدمات اللي بيقدمها حتى سيارات الميكروباص والمينيباص واللي بيتم القطاع الخاص اللي موجود في القاهره، لكن يحتاج الى مزيد من التنظيم، محتاج لمزيد من الرقابه، محتاج لمزيد من الضبط في الشوارع، هو ده اللي محتاجه. صحيح.
طيب اسمح لي اتنقل للمصر اليوم. البنك الدولي: مصر تتسلم مليار دولار اوائل يناير المقبل. مجلس النواب يوافق على 4 اتفاقيات تمويليه بقيمه 3.5 مليار دولار. الدولار يتراجع والمركزي ينفي تعديل تصميم العملات المتداوله. طبعا خبر مليء جدا بالمعلومات. احنا عارفين طبعا مصر المفروض تسلمت جزء من الشريحه الاولى من تمويل البنك الدولي. عندنا مجلس النواب بيوافق على 4 اتفاقات تمويليه بقيمه 3.5 مليار دولار. الاتفاق اللي تم الدولار بقى بيتراجع. دي نقطة مهمة. مصر كانت بتعاني في الفترة الأخيرة من نقص شديد في الدولار. تمام. وده اللي كان سبب الأزمة بسبب المضاربات. تمام. هو ده اللي سبب المضاربات. النقص كانت هي المشكلة وليس السعر. نقص الدولار، نقص المعروض من الدولار بسبب تراجع السياحة وبسبب تراجع الصادرات. تمام. ده أدى لمشكلة كبيرة، نقص المعروض من الدولار في السوق، وبالتالي ارتفع سعره وإدى فرصة للمضاربين إن هم يضربوا على سعر الدولار. تمام. الاتفاق اللي حصل مع صندوق النقد الدولي بيفتح الباب أمام مصر وأمام المؤسسات التمويل الدولية إن هي تقرض مصر أو توفر قروض ميسرة وبشروط ميسرة لمصر خلال الفترة اللي جاية. ده هيزود من الاحتياط النقدي اللي موجود لدى البنك المركزي، وهيزود من كمية المعروض من الدولار في السوق، وبالتالي ينزل سعره ويتراجع سعره لنوصل للسعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار وأمام العملات الأجنبية الأخرى. تمام. طيب برضو مع من بداية محادثات البنك الدولي، وكان في كلام عن تعويم الجنيه وكلام عن رفع الدعم عن مشتقات البترولية وبعض يعني الحاجات اللي عليها دعم، وده كان مسبب خوف يعني على المستوى الاجتماعي. تمام. مع فعلا رفع الدعم ومع يعني تعويم الجنيه، انت شايف ان المخاوف دي تحققت ولا الحكومة برضو كانت قادرة على ان هي تسيطر على الوضع بشكل ما؟ خلينا نتفق ونقول من البداية ان الحكومة ما كتبتش على الشعب. الحكومة في البيان اللي ألقته في مجلس النواب قالت ان لابد من خطة لإصلاح الاقتصاد المصري وإصلاح الاختلالات اللي موجودة في الموازنة العامة. تمام. أهم هذه الاختلالات كان موضوع الدعم. إعادة النظر في منظومة الدعم شيء ضروري، كان ضروري جدا لإصلاح الاقتصاد المصري. صحيح. مش ممكن هذه المخصصات والموارد التي تخصص كل عام وبتصل يمكن 240 مليار جنيه سنويا في الموازنة ولا تذهب لمن يستحق. لا يمكن تخصيص هذه الموارد وهذه المليارات ثم يستولي عليها وسطاء السوق. بيستولي عليها اللي خدوا القمح في المخازن والناس اللي بتستولي، وايضا الاغنياء. صحيح. الاغنياء اللي لديهم سيارات فارهه ولديهم ولا يستفيد منها حتى المواطن اللي ما عندوش عربيه. بس سيد العزيز، هي القصه برضو في فكره ازاي اوصل الدعم. احنا اتكلمنا قبل كده ان الدعم يكون نقدي مش عيني، يعني ان فكره ان احنا عملنا دفعنا مليار في كروت البنزين بقى لها سنتين لغايه الوقت وما اشتغلتش. احنا بنطالب الحكومه بقى فكره بقى التنظيم. هو ده المطلوب. هو ده المفروض ان انت تبدا تنظم. انت شفت ان انت هتعيد المنظومه من البدايه، يبقى استخدمنا الكروت في السلع التموينيه اللي بيحصل عليها المواطن واثبتت نجاحها، يبقى نتجه وبسرعه الى تفعيل كروت البنزين، عشان بحيث ان احنا هي عده مراحل في البدايه ان الجميع هيستخدم كروت البنزين سواء الغني او الفقير. اللي معاه عربيه يعني مش عايز اقول ماركات بماركه فارهه زي العربيه صغيره على قده، الفتره المرحله اللي بعدها نبدا ننظر في مين يستحق ومن لا يستحق. تمام. وبالتالي يصل الدعم الى مستحقيه ونوفر المليارات اللي بتهدر، وفي ان انت تقدم خدمات افضل للمواطن. الدوله محتاجه ان هي تقدم خدمات. المواطن صحيح. محتاج صحه وتعليم وطرق، ومحتاج ان هو يهتم بمستوى معيشته. يعني في الصعيد اهالينا في الصعيد محرومين من العديد من الخدمات نتيجه اهدار المليارات اللي بتهدر في الموازنه العامه ولا تصل لمن يستحق. تمام. طيب هنروح للاهرام. النواب يقر مواد الجمعيات الاهليه ويرسله الى مجلس الدوله. حظر أي نشاط يدخل في أعمال الأحزاب والنقابات أو الإضرار بالأمن القومي. طبعا قصة الجمعيات الأهلية زادت قوي بعد ثورة 25 يناير، والكلام عن يعني عمل هذه الجمعيات، هل هو لأن بره أغلب الجمعيات اللي بتقدم الخدمات للمواطن هي جمعيات أهلية مش جمعيات حكومية زي منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني. لكن فكرة بقى بتتعارض مع الأمن القومي والقانون الجديد، شايفه إزاي؟ حقيقة هذا الموضوع موضوع هام جدا، وحتى لما بنخرج بره وبتسافر بتقابل كل اللي بتقابلهم من مراكز البحث أو من المسؤولين بيتكلموا
بصفة أساسية في موضوع الجمعيات الأهلية، لكن في كل الأحوال مصر يجب أن تحافظ على الأمن القومي لها. الجمعيات الأهلية في الفترة الأخيرة اكتشفنا أن هي كانت بوابة لدخول مصادر تمويل لا نعرفها، مصادر أمويل، مصادر تمويل أجنبية كانت تحرك ناس في الشارع المصري ضد الدولة المصرية، وبالتالي لابد أن احنا نحكم موضوع مصادر التمويل اللي بتدخل لهذه الجمعيات. هذه الجمعيات بدأت تلعب أدوار غير منوط بيها، وكانت بتلعب أدوار مختلفة تماما عن التراخيص اللي هي خدتها. لذلك فإحكام الرقابة على الجمعيات الأهلية شيء هام جدا، ده ما يزعلش حد. احنا نحتاج نحافظ على مصر ونحافظ على الدولة المصرية من اي محاولات خارجية او حتى داخلية. ندي حرية العمل مع وجود رقابة جيدة. وجود رقابة اعمل واشتغل زي ما انت عايز، اخدم المجتمع زي ما انت عايز، لكن اخدمه في النور. قول لي مصادر تمويلك ايه، قول لي نشاطك بتشتغل ازاي، ممنوع الانشطه السريه او الجمعيات السريه اللي كانت بتلم تبرعات او بتاخد مصادر تمويل من الخارج ثم تقوم بانشطه ضد الأمن القومي المصري. تمام. طيب هنروح للشروق. استعدادات كبيرة في محافظات الصعيد لمواجهة السيول. سوهاج تمنح المدارس القريبة من الجبال إجازة اليوم وغدا. الرقابة الإدارية تراجع سلامة المخرات في الأقصر ومحافظة جنوب سيناء، يراجع كفاءة المعدات الثقيلة. طبعا احنا كان حوارنا السابق على هذا الحوار كان عن موضوع السيول وعن استعدادات طبعا لهذا، لكن هي الفكرة في السيول ديت زي ما زميلتنا دينا قالت في الحوار أو سألت الدكتور أحمد عبد العال، فكرة لماذا لا نستفيد بهذه المياه؟ في دول كتيرة مياه السيول ديت هي اللي بتعيشها فترات طويلة. احنا يمكن مياه السيول عندنا ما هياش كتير، مياه الأمطار مش كتير، لكن مش معنى كده ان احنا نهدرها. صحيح. أو تكون سبب نقمة للمحافظات اللي بتسقط فيها هذه السيول. تمام. احنا شفنا ان هي كانت بدل تحولت من نعمة تحولت الى نقمة في بعض المحافظات، وبتؤدي لهدم المنازل وبتؤدي لتعطيل مصالح. نحن يعني بنطالب المحافظين ان هم يستعدوا لهذه الامطار سواء امطار او سيول، ان هي تجهز. وشفنا دول كتير، بعض الدول كانت بتعمل مخرات للسيول وتصب في خزانات وتستفيد بيها سواء في الزراعة أو تستفيد بيها في الري لري الأراضي في الشوارع في الحدائق. لكن ليها استفادة، يجب أن تكون لها استفادة وتتحول من بدل ما تتحول من نعمة إلى نقمة. لكن أصل هي فكرة أن المخرات السيول كده كده هتنزل في النيل، وشفنا النيل لا لا بعد لا ده شيء مش مجدي يعني. يعني المجدي أن أنت تستفيد بهذه المياه. تمام. إما أن أنت تروي بيها الحدائق في الشارع أو تروي بيها، يعني يمكن المتخصصين في الزراعة هيكونوا أدرى مننا في هذا الأمر، لكن ممكن تستفيد بها بأي حال من الأحوال. كتير هناك طرق كتير للاستفادة. صحيح. طيب هنروح للأخبار وخبر مهم جدا. الجيش المصري يعالج المتقدمين للتجنيد من فيروس سي مجانا. 7 مراكز لعلاج شباب التجنيد، اللواء مصطفى أبو حطب، متابعة مستمرة بالتحليل والأشعة حتى تمام الشفاء. الحقيقة موضوع فيروس سي في مصر كان من الأمور المحزنة جدا. صحيح. عدد كبير جدا من المصريين كان مصاب بفيروس سي نتيجة يمكن للعديد من الأسباب. وزارة الصحة ركزت رغم انتقادنا لأداء وزارة الصحة ورغم يعني المهازل اللي بنشوفها في مستشفيات وزارة الصحة، لكن اللي جزء كبير منها كان برضو سبب لانتقال فيروس سي، لكن نقول ان جهود وزارة الصحة نجحت في انها تحاصر هذا المرض، وان هي تعالج عدد كبير جدا من المرضى وتنهي قائمة الانتظار اللي كانت موجودة بالنسبة لمرضى فيروس سي المنتظرين للعلاج. الآن الجيش يقوم بدور جديد، يعني فكرة جديدة ان انا استخدم، كنا يمكن نتكلمنا على ان في مخزون من العلاج والأدوية الخاصة بفيروس سي موجود، فممكن نستفيد بها حالا في اننا اوزعها مجانا على المجندين اللي داخلين القوات المسلحة اللي هم بيلتحقوا بالجيش، وبالتالي هو دور رائع ودور جديد يضاف للقوات المسلحة المصرية. تمام. طيب خبرنا الأخير هيكون من مصر اليوم. وزير الخارجية توجه إلى بيروت لتأكيد دعم مصر للبنان. أبو زيد شكري يلتقي عون والحريري لتسليمهما رسالتين من السيسي. طبعا احنا عارفين أن لبنان طبعا هو بلد شقيق وواقع في يعني تقريبا مثلث مهم جدا ومحاط بالعراق من ناحية وسوريا من ناحية. وهو يعني سوريا هو في حضن سوريا أساسا، وطبعا احنا عارفين ان حزب الله مسيطر تقريبا على البقاع والجزء الجنوبي،
ودور بقى السياسات الإيرانية في المنطقة، يعني دور كبير جدا، وبالذات ان سدة الرئاسة في لبنان قعدت تقريبا سنتين او اكتر خالية واخيرا تم التوافق عليها. شايف زيارات مصر وعلاقات مصر بلبنان والمنطقة الشرق الأوسطية والأطماع الإيرانية؟ الحقيقة هي زيارة هامة جدا وهامة للغاية. الوزير سامح شكري هيقابل الرئيس اللبناني الجديد، وأيضا هيقابل رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي هيسلموا رسالتين من الرئيس السيسي. لبنان خلال الفترة الأخيرة كان يعني زي ما حضرتك قلت مأزق الحروب والصراعات اللي موجودة حواليه، سواء في سوريا أو في العراق، وأيضا هو مجاور لإسرائيل. ما يحيط بلبنان يعني هذا الشعب الصامد وهذا الشعب الذي تعرض لمجموعة من المحن ما زال صامدا. يعني أنا مش عارف قعد إزاي سنتين بدون رئيس، وقعد ورغم كده كان هناك يعني حفاظ على الدولة اللبنانية. مصر حريصة على أمن لبنان وحريصة على الحفاظ على أمن لبنان، كما هي حريصة على يعني أمن الدول العربية جميعا، وزي ما أكدت أكتر مرة على أمن الخليج، بتحاول إن هي تحمي لبنان من الأطماع الإيرانية في هذه المنطقة. إيران بتلعب للأسف الشديد دور خبيث للغاية، سواء في سوريا أو في العراق، وبتحاول مصر إن هي وأيضا في اليمن مع الحوثيين. وبالتالي مصر يجب أن تؤكد أنها ما زالت موجودة، وأنها مش هنقول هي الأمة أو الأخت الكبرى لجميع الدول العربية سواء من لبنان أو غيرها. طبعا هي لبنان يعني أكيد أغلب المشاهدين عارفين لها طبيعة مختلفة تماما يمكن عن باقي الدول العربية. لبنان يمكن البلد الوحيد اللي فيه تنوع كبير جدا، تنوع في كبير طبعاً. الديانات، ومش عايزين نقول العرقيات، بس يعني عندنا المسلمين وعندنا المسيحيين وعندنا الأرمن، يعني حتى داخل الدروز، حتى داخل المسلمين صحيح. هناك مجموعة من الطوائف موجودة مختلفة، شيعة وسنة داخل المسيحيين وداخل المسيحيين هناك مجموعة من الطوائف. لكن رغم كده الدستور اللبناني تم، يمكن اتفاق الطائف كان من الاتفاقيات الهامة جدا بعد الحرب اللبنانية، ان هو وزع الادوار ما بين ان الرئيس يكون مسيحي، ان يكون رئيس الوزراء مسلم سني، ان يكون وهكذا، ورئيس مجلس النواب يكون مثلا سواء من الدروز او من هذه التوزيعة حافظت للبنان على كيانه، وما زال لبنان محافظا على كيانه. وبالتالي هذه الزيارة اللي بيقوم بيها الوزير سامح شكري وزير خارجية للبنان هي زيارة هامة جدا لتؤكد دعم مصر ومساندة مصر للرئيس الجديد ولرئيس الوزراء الجديد. طيب اللي متابع للملف اللبناني يعني من غير المتخصصين طبعا دايما هيسأل سؤال، ليه احنا بنشوف نفس الوجوه؟ يعني عون كان رئيس قبل كده وبعدين ما تلاقوش حد تاني فرجع تاني، هي نفس الوجوه، سعد الحريري خليفة والده، رفيق الحريري، وليد جنبلاط، يعني التشكيلة ما زالت هي رؤوس التشكيلة الحزبية والتشكيلة الداخلية في لبنان، ما زالت هي نفس الوجوه ولا يتم التغيير. هل ده هيفضل كتير ولا المفروض يتم توافق جديد لتغيير فكرة اللعبة السياسية في لبنان؟ إذا كان هذه الوجوه بتحافظ على لبنان وبتحافظ على الدولة اللبنانية وتحافظ على كيانها وعلى مصالح الشعب اللبناني، فلا مانع من استمرارها. لكن يمكن ده سببه زي ما حضرتك قلت التنوع اللي موجود، وكل تنوع أو كل فصيل وكل طائفة لها زعيم بيتمسكوا بهذا الزعيم، وبالتالي هم اللي يعني ما زالوا موجودين على رأس الطوائف الموجودة، فبالتالي هم موجودين بخبرتهم، وطالما كانت خبرتهم والخبره السياسيه ودعم الشعب ليهم نعم. لهم يمكن كان الاختيار اللي تم ان رئيس دوله تقعد من غير رئيس لمده سنتين، ولما يتم الاختيار يتم الاختيار بطريقه ديمقراطيه وتم اختياره بطريقه ديمقراطيه في مجلس النواب بعد التوافق، فبالتالي وبعد التوافق طالما تم هذا التوافق ومتوافقون على شخص، يعني طالما الشعب متوافق على شخص معين سواء سنه كبير او سنه صغير، فده اعتقد ان هو يعني ما فيش منه تمام. طبعا التوفيق طبعا كل التوفيق للشقيق لبنان ولكل الدول العربيه، ونتمنى نخرج من المازق اللي بتدور حوالينا. استاذ علاء معتمد الكاتب الصحفي بجريده الجمهوريه، انا بشكر حضرتك على وجودك معنا وهذه القراءه التحليليه. شكرا استاذ حسام. شكرا مشاهدينا الكرام، بالطبع حواراتنا ما زالت مستمره معاكم حتى قبل العاشره بقليل. خلونا نطلع لموجه سريه مع زميلنا احمد فؤاد بعد الفاصل ونكمل معاكم حواراتنا في هذا الصباح.